بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي في توبيك جديد اللي هو اسمه الماكسيمم بيندنج مومنت دياجرام. طبعا كل ده بشرح في العنوان الكبير جدا اللي هو اسمه بيمز. قلت لك زي ما قلت لك كده في الترم الاول المنهج بتاعك بيبقى متركز قوي على الكاميرات وبيفهمك الكاميرات يعني ايه بصورة كبيرة شوية، عشان هي طبعا الكاميرات بتشبه العمدان شوية في شوية يعني behavior يعني. خلاص طبعا عمدان برضو بعد كده ان شاء الله هنشرحها يعني بالتفصيل بعد الكاميرات. دلوقتي هنشرح الماكسيمم بيندنج مومنت دياجرام مبدئيا كده. يعني ايه ماكسيمم بيندنج مومنت دياجرام؟ طبعا انت عارف لو عندك كاميرا عاديه عليها ديستريبيوتد لود سيمبل كده عليها ديستريبيوتد لود، فبقول لك ان انا كنت بحسب بيندنج مومنت دياجرام بقول لك ان هو بيساوي دبليو ال سكوير على 8 وترسمه بالمنظر اللي هو الحاله اللي كنا بنرسمها في الاول ده بتاعه الاستراكشر يعني. طيب لو كانت بقى الكاميرا بتاعتك سيمبل سوري كونتينيوس باكيتين مثلا، لو عندك الكاميرا بتاعتك نجيب القلم كده، عندك كاميرا كده كونتينيوس باكيتين، باكيتين يعني ايه؟ دي باكيه المسافه دي اللي هو الاسبان ده اسمه باكيه والمسافه دي اسمها باكيه، عشان كده بقول لك ان هي كونتينيوس باكيتين يعني بلس ويز تو سبانز خلاص، وعليها ديستريبيوتد لود. لما تيجي ترسم بيندنج مومنت ترسمه ازاي؟ بقول لك ان انا دايما برسمه اللي هو هنا كده رقم وهنا رقم ونفس الكلام هنا رقم. طبعا المسافه دي او قيمه المومنت هنا هي بالظبط نفس قيمه المومنت هنا، وهنا في قيمه ثانيه. طبعا الكلام ده هنعرفه قدام يعني حاجه اسمها الامبيريكال فاليوز. الامبيريكال فاليوز طبعا الكلام الامبيريكال يعني كلام يعني يكون تقريبي، كلام مش ايه مش اكيوريت قوي. لو انت عايز تحسبها اكيوريت في منهج تانية مدني اللي هو حسابات الانديتيرمنت ستراكشرز. الانديتيرمنت ستراكشر اللي هو الحسابات بتاعه الايه الاليمنت اللي هي غير متزنه استاتيكيا. يعني غير متزنه استاتيكيا هتعرفها بقى بالتفصيل ان شاء الله في منهج الاستراكشر اللي هو استراكشر 2، هتعرفه ان شاء الله في الترم الاول والترم الثاني في سنه تانية مدني ان شاء الله. هيعرفك ازاي تحسب حاجه لو عندك كاميرا كده وازاي تحسب لها او ترسم لها بيندنج مومنت بالمنظر ده. بس احنا في الخرسانه طبعا ما يهمناش قوي 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 يعني حسابات الدقيقه في بعض الاحيان، فاحنا ساعات بنلجا للامبيريكال فاليوز اللي هي برضو مفروض ان هي مستنتجه من حسابات ستراكشر معقده يعني. المهم نرجع لمرجوعنا تاني، لو عندك كده كونتينيوس بالمنظر ده كده فالمومنت بتاعها هيبقى بالمنظر ده. طيب باشمهندس، هو اللود ديستريبيوتد ده في الخرسانه بقى، خلينا دلوقتي مش في الاستراكشر، في الخرسانه اللي هو احنا دلوقتي احنا بنعرف الاحمال اصلا بتيجي منين. خلاص لو عندك دلوقتي مثلا يعني نجيب كده قلم، عندك كده مبنى او حته يعني مكونه من غرفتين يعني خلاص، في كاميرا كده بتفصل بين الجزء ده والجزء ده، وهنا في كاميرا على الجنب. طبعا في عمدان يعني في عمدان هنا كده، وهنا برضو في عمدان عشان تبقى الكاميرا ستيبل يعني خلاص. طبعا دي عمدان وادي الكاميرات بالمنظر ده، فانا قطعت بالمنظر ده كده قطعت برضو هنا كده فظهر لي الشكل اللي انت شايفه ده. فانا بقول لك بقى لو سمينا الجزء اللي هو على الشمال ده رقم واحد وسمينا الجزء اللي على اليمين ده رقم اتنين، بقول لك بقى دلوقتي حمل الديستريبيوتد لود ده انت عارف ان هو ده ايه؟ جاي من شويه لود ديستريبيوشن. تمام، اللود ديستريبيوشن ده معمول في كيس معينه اللي هي كيس ايه؟ كيس ال دبليو اس. يعني ايه كيس ال دبليو اس؟ اللي هي الحاله لما يكون كل الحمل موجود على البلاطه كلها، صح كده ولا ايه؟ هي مش ال دبليو اس دي بنحسبها ازاي؟ بناخد كل الديد لود وكل اللايف لود نحطها على السقف بتاعك وبعد كده نعمل لود ديستريبيوشن، صح كده ولا ايه؟ مش هو ده الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي ولا ايه؟ صح. طيب هو احنا مش في حاجه اسمها حالات تحميل؟ هتظهر بقى معاك دلوقتي كلمه الكيسز اوف لودنج اللي هي حالات التحميل، اللي هي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لو انا عندي حاجه بالمنظر ده كده فبقول لك ان انا عندي حالات تحميل.
يعني ايه حالات تحميل بقى؟ يعني مره يكون الناس اللي هو احنا يعني كلنا موجودين في الاوضه دي مره، وطبعا الاوضه دي هتبقى فاضيه، ومره تانيه هنبقى كلنا موجودين في اوضه رقم اتنين دي، وطبعا الاوضه رقم واحد هتبقى فاضيه. فدي اسمها كيسز اوف لودنج. طبعا لو كان في كذا باكيه تانيه فهتبقى في كذا كيسز اوف لودنج. طبعا احنا عشان ده عندنا بس باكيتين فعندنا ايه؟ اتنين كيسز بس. طيب هل الديد لود بيتشال من مكان للتاني؟ يعني ايه يا باشمهندس؟ باشمهندس هو الديد لود ده عباره عن ايه؟ تي اس جاما سي زائد فلور كفرنج، تمام. طيب هي هل تي اس جاما سي دي بتتشال من مكان للتاني؟ يعني سمك الخرسانه اللي هو سمك البلاطه بيتشال يعني؟ طبعا لا. طيب هل الفلور كفرنج بيتشال من حاجه للتانيه لما نتحرك؟ طبعا لا. يبقى دايما الديد لود يا باشمهندس ما بيتحطش في الكيسز لودنج، ده دايما ثابت على البلاطه كلها. يبقى دايما الديد لود ثابت على البلاطه كلها. بمعنى لو انا اتحركت من ايه؟ من الاوضه رقم اتنين وخليت كل الناس اللي موجوده موجوده في بلاطه او سقف رقم واحد بس او في الحجره رقم واحد بس، معنى ذلك ان الحجره رقم اتنين دلوقتي موجود فيها حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ اللي هي الديد لود. انما اللايف لود خلاص بقى كل اللايف لود موجود فين؟ في الاوضه رقم واحد. لذلك الاوضه رقم واحد دي هيبقى عليها حمل ايه؟ حمل اللايف لود بتاعنا زي الديد لود برضو اللي موجود زيه فين؟ في ايه؟ في الاوضه رقم اتنين. خلاص يبقى ركز معايا، احنا دايما لما بنيجي نحسب كيسز اوف لودنج بنقول ان احنا بنحسب حالتين، حاله اسمها ديد لود وحاله اسمها توتال لود. حاله اسمها ديد لود وحاله اسمها ايه؟ التوتال لود. ايه التوتال لود ده؟ التوتال لود ده اللي هو عباره عن الدبليو اس من الاخر اللي هو ديد زائد لايف. خلاص ده كده كانت انترودكشن سريعه عشان لما نيجي نخش دلوقتي في الشرح يبقى الناس فاهمه. انا بقول لك اول حاجه بحسب ايه؟ بحسب ديد لود وتوتال لود. ده كده فكره الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مود. نفتكر مع بعض بس بسرعه كده، هو انا ليه اصلا يا باشمهندس؟ نرجع كده باشمهندس، انا ليه اصلا بحسب ماكسيمم ماكسيمم بيندنج مود؟ يعني انا ليه بحسب او بعمل كيسز اوف لودنج؟ انا هدفي يا باشمهندس من التصميم ان انا اصمم الاليمنت بتاعي على اكبر حاجه ممكن يجي عليه، اكبر حمل ممكن يجي على الاليمنت بتاعك، صح؟ مظبوط. طيب هو انا لما اللايف لود والديد لود كلهم يعني توتال لود يبقوا موجودين في الايه؟ في الحجره رقم واحد، ويبقى في ديد لود بس موجود في حجره رقم اتنين، معناها ايه؟ معناها ايه يا باشمهندس؟ نجيب بس لون تاني كده عشان نوضح الكلام. معناها يا باشمهندس ان انا هيبقى المومنت بتاعك، نجيب لون تاني افضل، لون الاخضر مثلا. معناها ايه؟ لو انا الحجره رقم اتنين بقى فيها الديد لود بس، اكيد ما هو لازم يبقى فيه ديد لود، مستحيل يتشال. والحجره رقم واحد بقى فيها توتال لود، يعني ايه؟ يعني ديد زائد الناس اللي هي اللايف لود بيبقى كله توتال لود. خلاص؟ معناها ايه بقى؟ معناها ان الحمل اللي هنا كبير والحمل اللي هنا صغير. طيب حمل صغير يعمل مومنت ايه؟ مومنت صغير اهو. خلاص؟ وبعدين هيعمل ايه؟ هيقلب شويه نيجاتيف مومنت. طيب وبعد كده؟ هنا في حمل ايه؟ كبير، يبقى لازم المومنت يبقى كبير. هتلاقي الحمل المومنت بتاعك كبر كده. يبقى هنا جاب مومنت صغير، هنا جاب مومنت كبير. صح ولا ايه؟ طيب باشمهندس، هو انا لو مصمم الكاميرا دي على المومنت اللي هو الازرق ده، ان هو يستحمل المومنت الازرق ده، طب ولو جالك بقى المومنت الاخضر ده معناه ايه؟ معناها ان انا الكاميرا بتاعتي تقع، صح ولا ايه؟ صح. يبقى انا كمصمم غلط، عملت فيتال ميستيك. فكره الماكسيمم ماكسيمم بين المومنت ان انا احصل على اكبر مومنت يجي على الكاميرا عشان اعرف اصمم ايه؟ اعرف اصمم الكاميرا دي. خلاص؟ طيب هتقول لي يا باشمهندس خلاص يبقى انا هصمم الكاميرا دي نصين بقى، اصمم الكاميرا كلها نصين، يعني ايه؟ من هنا من الجزء ده للجزء ده كده اصممه على المومنت الكبير ده، ومن الجزء بقى ده الصغير ده للجزء ده برضو اصممه على المومنت الصغنن ده. باشمهندس ما تفتكر معايا، هو انا طيب لو اللايف لود بقى جالي من هنا وراح لهنا، وبقت الاوضه رقم اتنين بقى هي اللي فيها توتال لود، والاوضه رقم واحد هي اللي فيها ديد لود، هيحصل ايه؟ هيحصل العكس. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى الماكسيمم ماكسيمم هنا وضح لي ان انا في الاخر لازم اصمم الكاميرا دي على ايه؟ على مومنت متساوي اللي هو المومنت الازرق في الاخر. خلاص كده؟ يبقى انا في الاخر لما اجي المفروض ارسم مومنت على الكاميرا، المفروض اعمل ايه؟ ارسم الاثنين متساويين. ليه؟ لان ممكن
التوتال يحصل هنا مره ومره ممكن يحصل هنا، ففي الاخر لازم القيمتين يبقوا متساويين، بس متساويين على ايه؟ على المومنت الاخضر مش الازرق. خلاص؟ تمام. نخش كده في خطوات حل المسائل، او نعرف ازاي برضه بنعرف نحل الخطوه او المطلوب بتاع الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت فور بي. بيقول لك او كالكليت رقم واحد او خطوه رقم واحد بحسب الايه؟ الديد لود، ورقم اثنين بحسب التوتال لود. طيب افتكر معايا الفيديو اللي فات قلت لك في حاجه اسمها الجي سمول وحاجه اسمها البي سمول، وقلت لك ان جي سمول بيعوض كلمه ديد لود وان البي سمول بيعوض كلمه لايف لود، فلذلك الجي سمول هي بيساوي تي اس جاما سي زائد فلور كابل، والبي سمول عباره عن اللايف لود، فلذلك الدبليو اس اللي هي في الاخر اسمها ايه؟ اسمها التوتال لود. خلاص؟ اسمها ديد لود زائد لايف لود، او اسمها جي سمول زائد بي سمول. ايا يكن المسميات، المهم تحل صح وتبين للمصحح ان انت مسمي المسميات باسمائها. يعني اللي حاجه اللي هي ديد هي فعلا ديد، انت كاتب انها جنبها تيد ديد لود، والحاجه اللي جنبها لايف تكتب فعلا ان هي لايف. يا ريت توضح الكلام ده بيفرق. طيب نبدا بسرعه كده في مثال يوضح لي انا ازاي بحسب ماكسيمم ماكسيمم مينيمم. انا مصر دايما لو تلاحظ ان انا بعمل نفس المثال وبحل عليه كل التوبكس اللي انا شغال فيها. خلاص؟ يعني انا بفضل ده، انا شخصيا بحب الكلام ده ان انا اوحد المثال في حلول التوبكس المختلفه. خلاص؟ يا ريت الكلام ده يعني ما يكونش مزعلكم يعني. اعتقد ان هو الكلام ده كويس. طيب نخش في المثال. مديني طبعا اهو نفس الارقام 6 و2 و4، ومديني ان دي اسمها بي الكاميرا دي، ودي اسمها جي. كلمه بي اختصار لبيم انديكيشن. خلاص؟ كلمه جي اختصار لايه؟ لجردر. جردر اللي هي جي اي ار دي اي اير. خلاص؟ جردر اكتبها برده على بعض كده عشان يبقى عارفين. خلاص؟ خلاص ده جيردر طبعا دي بي. طيب كويس. طبعا كل ده بيبقى ايه؟ داتا. يعني دي كده كلها جيفنز في المساله. انا لسه ما بداش حل، كل ده جيفنز. التي اس بيساوي 14 ايه؟ 14 سم. هو مديها لك. الفلور كفر ب 2، اللايف لود ب 2، وكمان مديك عرض كل ايه؟ الكاميرات. مديها لك بكام؟ ب 25 سم. هو مديها لك ب 25 سم. طبعا احنا بنفضل لو هو طبعا مش مديها لك، بنفضل ان احنا ناخدها 25 سم. ما بنفضلش ان احنا نزود الكاميرات على كده. لو حابب تعملها 30 سم مفيش مشكله، بس احنا بنفضل ان لما الكاميرا توصل لغايه 90 سم مثلا او 80 سم، يعني انا بفضل يعني لو هي لغايه 75 سم مثلا، لغايه 75 سم يا ريت تستخدم العرض بتاعها 250 مللي اللي هو 25 سم. لو بتبدا تزيد معاك الكاميرا بقى وسمك الكاميرا، يعني حاول انت كمان تزود عرضها، عشان بس ايه فكره الحاجه اسمها ستيفنس، يعني حاجه اسمها الاستيفنس. طبعا هتاخدوا الكلام ده برده في الاستراكشر. طيب نرجع لمرجوعنا. المطلوب بتاعك ريكوايرد درو الشير فورس دياجرام اند ابسوليوت بيندنج مومنت دياجرام فور ايه؟ فور جي. فور جي اللي هي الجيرزر يعني. لو سمحت خد بالك ان كلمه ابسوليوت هي بالظبط الماكسيمم ماكسيمم. كلمه ابسوليوت هي في الاخر اسمها ايه؟ الماكسيمم ماكسيمم. طيب كويس. نبدا الحل ازاي؟ اول حاجه انا البلان ده مش عارف الدايمنشنز بتاعت الكاميرات. مش انا قلت لك ان اي بلان عندك لازم توضح عليه الدايمنشنز؟ ايه الدايمنشنز؟ الدايمنشنز اولا اللي هي الارقام اللي بتوضح لك الابعاد دي. في دايمنشننج تاني اللي هو الدايمنشنز بتاعت ايه؟ بتاعت البلاطات، ودايمنشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الكاميرات. طيب بتاعت البلاطات مش هو مدي لك التي اس؟ خلاص هو موضح لك التي اس 0.14. تمام. رقم اثنين بقى لازم توضح ايه؟ لازم توضح انت ابعاد الكاميرات. هو موضح لك حاجه منها، مديك العرض الكاميرا ب 25 سم. صح كده؟ اللي هو بوينت ايه؟ 0.25. فلازم انت توضح بقى كمان سمك الكاميرا. باشمهندس انا بعرف اجيب سمك الكاميرا؟ المفروض. بتجيبها منين يا باشمهندس؟ هنرجع شويه كده سريعا للفيديو اللي كان بوضح فيه جدول كده للكاميرات. طبعا هو بعيد شويه اهو. خلاص؟ اللي هو هاو تو كالكوليت التي والبي. طبعا البي انت بتحسبها، او سوري البي انت بتعمل لها اسامبشن، انما التي انت بتحسبها.
فحتى لو كانت كاميرا سيمبل بتحسبها ازاي؟ تي بيساوي ال على 10، ولو كونتينيوس بتحسبها ال على 12، ولو بيم وسكانتليفر بتحسبها ال على 12 اللي هو التول ده على 12، او ال كانتليفر على 5 وبتاخد الاكبر فيهم. ياخد بالك بقى ايه الجدول ده ايه حفظ حسب لو هي سيمبل، لو كان كونتينيوس، لو كان بيم وسكانتليفر، طبعا الكلام ده ايه حفظ. طيب نرجع بسرعه كده للحاجه اللي احنا بنشرحها اللي هو الماكسيم ماكس بيندنج مومنت دياجرام. نرجع للمثال بتاعنا، في اول خطوه بنحسب البي والتي، طبعا البي هو مديها لك ب 25 سم، نحسب التي للبي والجي. فبقول لك اهو التي بتاعت الكاميرا بي طبعا هي سيمبل 6 متر، ف 6 على 10 تطلع 600 مللي، طبعا 6000 مللي على 10 ب 600 مللي، والجي نفس الكلام 6000 مللي على 10 تطلع 600 مللي. يبقى احنا عندنا دلوقتي الكاميرات دي لازم نوضحها على ايه؟ على البلان. لازم نوضح البلان بتاعنا ابعاد البي وابعاد الجي اللي هي 250 في 600 و250 في 600. ملحوظه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها يا باشمهندس، الكلام ده بيعتبر فيتال ميستيك. ليه؟ ان الكلام ده ستيفنس، انا بقول لك اهو كلمه ستيفنس، لازم الكاميرا اللي شايله تكون الستيفنس بتاعها اعلى من الكاميرا المتشاله. خلاص؟ يعني كلمه ستيفنس يعني قدره الايه؟ الحاجه دي او الكاميرا دي على حمل فورس معين او قوه معينه عشان تنزل ديفورميشن دلتا معينه. هتفهم كلمه ستيفنس انا بس بقولها كده ايه؟ سريعا، بس هتفهمها كويس قوي في منهج الاستراكشر. بس انا بقول لك اهو لازم الكاميرا اللي شايله تكون على الاقل بتساوي او طبعا اكبر من الكاميرا المتشاله. خلاص؟ تاني، سمك الكاميرا اللي شايله، سمك الكاميرا اللي شايله لازم يكون ايه؟ ماست، ها؟ لازم تكون اكبر من او يساوي الايه؟ الكاميرا اللي شايله. دايما دي برضو مسميات كده انديكيشن لنفسنا كمهندسين، الكاميرا اللي شايله بنسميها جيردر، والكاميرا اللي متشاله بنسميها بيم. يعني الكاميرا اللي متشاله بنسميها ايه؟ بيم. طبعا الجيردر هي بيم برضو، بس احنا بنسميها جيردر عشان بس نفرق في الايه؟ في المسميات. خلاص؟ يبقى جيردر بترمز للكاميرا اللي شايله. يبقى اول حاجه احنا عملناها ايه؟ حسبنا ابعاد الكاميرات سيكنس، وطبعا هو كان مدينا ايه؟ العرض. بعد كده بنحسب ايه دلوقتي بقى؟ طبعا شكل اللود ديستريبيوشن ده قديم، انا خلاص احنا عرفناه قبل كده، فانا رسمته تاني زي ما هو. لذلك انا بقول لك هي دي فايده الامثله، او ان انا اثبت مثال واحد. خلاص؟ بعد كده وضحت على الايه؟ على الرسمه في البلان، وضحت ابعاد الكاميرات 250 في 600 250 في 600. بعد كده لازم يا باشمهندس احسب ال دبليو اس كويس. بس يا باشمهندس انا قلت لك تحسب ايه؟ تحسب ديد لود لوحدها وتحسب توتال لود لوحدها. ليه؟ انا قلت لك بقى في الاول انا بحسب ماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت، لازم اوضح ديد لود لوحده وتوتال لود لوحده. فبحسب ديد لود اللي هي بيساوي جي سمول بيساوي تي اس في جاما سي اللي هي 0.14 في 25 زائد اللي هو الفلور كفر، يطلع 5.5 كيلو نيوتن في المتر سكوير. هي المفروض متر سكوير مش متر رن، متر سكوير مش متر رن. خلاص؟ نفس الكلام في اللايف لود اللي هي بيساوي بي سمول بيساوي 2 كيلو نيوتن برضه متر سكوير. برضه التوتال لود بنحسبها ديد ولايف مع بعض، يبقى 7.5 كيلو نيوتن بير متر ايه سكوير مش متر رن. خد بالك من الكلام ده، هي بس غلطه عشان سرعه تحضير الماتيريال يعني. طيب نرجع تاني بقى، يبقى احنا خلاص احنا حسبنا كل الاحمال، هنبدا بقى نعمل ايه؟ نرمي احمال السلابس على الكاميرات. طبعا الكلام ده قديم، ادي فور الكاميرا اللي هي المتشاله دي اهو، والكاميرا في الاخر نحسب لها دبليو ايكوفلنت هتبقى المنظر ده، صح كده ولا ايه؟ طيب لود فور شير ولود فور مومنت، الكلام ده قديم، بس الجديد هنا ايه بقى؟ ان انا احسب مره ديد ومره لايف، سوري مره ديد ومره توتال، هو ده الفرق الوحيد. يعني احنا قبل كده كنا بنحسب برده نفس الكلام ده لود فور شير ولود فور مومنت لنفس الكاميرات، فانا مش هقول جديد الا حاجه واحده، ان مره هحسبها للديد لوحده ومره هحسبها للايه؟ للتوتال لوحده. لذلك فبقول لك لود فور شير ديد لود، لود فور شير ديد لود يعني هستخدم
بدل ما استخدم ال دبليو اس كلها استخدم الديد لود لوحده. فهقول ويت ومفيش وولز طبعا، انا كنت قايل لك في المثال ان نو وولز خلاص، زائد الجي بس في سي ايه في 2 متر اللي هو ايه الشيب المحارب ده كويس، زائد الجي في 1 متر اللي هو ايه، نرجع كده الجي في 1 متر اللي هو ايه المستطيل ده طبعا عشان مفيش سي ايه وسي ايه للمستطيل، او ممكن تعتبرهم بواحد خلاص، يطلع 12.92. فطبعا تجيب الرياكشن طلع بايه؟ ب 38.76. طبعا الكلام ده الرياكشن ايه؟ رياكشن الكاميرا المتشاله وبعدين كده ترميها على الكاميرا اللي شايله، الكلام ده قديم زي ما قلت لك، بس انا بفرق ايه؟ ان انا مره بستخدم لود فور شير بجيبه ديد لود، ومره اجيبه توتال لود، يعني بدل الجي دي استخدم الدبليو اس كلها اللي هي 7.5 واجيب برده الرياكشن خلاص؟ ونفس الكلام فور جي، نفس الكلام فور جي، هرمي الاحمال والرياكشن ده هرميه مرتين، مره من الديد لود ومره من التوتال لود خلاص. يبقى نفس الكلام اهو، هحسب للكاميرا دي اللي هي الجي لود فور شير ولود فور مومنت، لود فور شير ديد لود ولود فور شير توتال لود، ونفس الكلام لود فور شير لود فور مومنت ديد لود ولود فور مومنت توتال لود. فلذلك بدل ما ارسم او بدل ما احسب للكاميرا الواحده 2 لودز احسب لها 4 لودز. اي كاميرا بقى خلاص دلوقتي لو جيت رسمت لها ماكسيمم ماكسيمم طبعا لو طلب، لو ما طلبش يا باشمهندس خد بالك، لو ما طلبش ماكسيمم ماكسيمم من المومنت او ابسولوت من المومنت، انت بتحسب حسابات عاديه خالص للكاميرات ولكل حاجه، هتحسب لها حاله واحده بس، كيس واحده بس ما دام ما قالكش، انما لو قال لك لازم تحسب على الديد مره وعلى التوتال مره خلاص. الكلام ده برده تاني انا بقول قديم. طيب ايه المستطيل الصغير ده؟ طبعا ده الاون ويت اللي عندك، وطبعا المثلث ده هتحسب له ايه؟ سيجما الاريا على الاسبان خلاص؟ مره ديد ومره توتال، هنا هتستخدم الايه؟ الخمسه ونص اللي هم بتوع الديد لود، ومره هتستخدم السبعه ونص، يعني الفرق من الحسابات دي بس الرقمين بتوع الديد والتوتال خلاص؟ هتستخدم بقى اللود فور شير للشير فورس خلاص؟ وهتستخدم اللود فور مومنت للايه؟ للبندنج مومنت. طبعا انا بس ايه حبيت اوضح لك ان انا هعمل اللود الواحد احسبه مرتين، بس في ملحوظه مهمه جدا لما بتيجي تحسب يا باشمهندس الشير، عشان بس انا كاتب هنا ملاحظه مهمه جدا 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 دي الناس بتتلخبط فيها وتقول لك ما دام انا بقى خلاص هعمل ماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت يبقى انا لازم احسب اللود فور شير مرتين واللود فور مومنت مرتين. لا خد بالك الايه الكلمه بتاعت لود فور شير مرتين دي غلط. ليه؟ انا يا باشمهندس ازاي برسم شير؟ او قلت لك ان انا بحسب الاول رياكشنز ومن الرياكشن تعرف ترسم ايه؟ شير. طبعا الكلام ده معروف صح. طيب هو انا مش انا اصلا هدفي في الماكسيمم ماكسيمم ده ان انا اجيب اعلى قيم موجوده على الكاميرا عشان ارسمها؟ مظبوط. طيب هو الرياكشنز اللي انت بتجيبها دي لو حطيت فوق الكاميرا ديستريبيوتد لود ديد لود بس هيجيب لك رياكشن معين، طب لو حطيت توتال لود هيجيب لك رياكشن تاني اكبر ولا اصغر من الديد لود؟ اكيد ايه؟ اكيد اكبر. فلما يزيد الرياكشن مش برضه هيزيد الشير؟ قيم الشير هتزيد صح. يبقى لذلك انا بقول لك ايه؟ بقول لك انا برسم الشير فورس دايجرام ان كيس اوف توتال لود اونلي. خد بالك عشان بس الناس ايه هتقول لك يا باشمهندس انت عامل كده الحسابات غلط بقى، انت راسم لي اهو او كاتب لي لود فور شير ديد ولود فور شير توتال. لا انا بس كان قصدي من اللي انا كاتبه ده ان انت تعرف ايه؟ ان انا بحسب الحاجه مرتين خلاص. طيب يبقى تاني برسم الشير على حاله التوتال فقط، انما البيندنج بقى برسمها في الديفرنت كيسز اوف لودنج، بعمل الكيسز اوف لودنج المعينه انا عارفها اللي انا بعمل لود فور مومنت ديد مره ولود فور مومنت توتال مره وارسم على ذلك البيندنج مومنت. طيب ركز معايا بس في حاجه صغيره جدا حبيت اقولها برضو، انا مصر ان انا اشتغل على نفس المثال في الفيديوهات كلها صح كده ولا ايه؟ تمام. بس خد بالك ان انا الكاميرا دي كاميرا سيمبل اصلا صح ولا ايه؟ هي مش الجردر هنا سيمبل؟ مظبوط. طب هي الكاميرا السيمبل، الكاميرا السيمبل وانا برسم لها البيندنج مومنت، ماكسيمم بيندنج مومنت هيجي من حاله ايه في الكاميرا السيمبل؟ مش برضه هيجي من التوتال لود ولا ايه؟ هو انا لو حطيت ديد لود مثلا قيمته 8 وتوتال لود قيمته 11 مثلا،
مش اكيد المومنت اللي هيجي من التوتال لود اكبر من المومنت اللي هيجي من الديد لود، صح؟ صح، لان ده في السيمبل بيم بس. يبقى في السيمبل بيم بس مفيش حاجه اسمها الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت، ومفيش حاجه اسمها ماكسيمم شير، في حاجه اسمها ان انا احمل توتال لود فقط. بس انا هنا برضو بكرر، انا حبيت امشي على نفس المثال عشان اوريك طريقه الحل فقط، انما هقول لك كومون كيس، ودي الملحوظه اللي تخليك فعلا تعرف تحل مسائل الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت. اشهر مثال بيظهر عندك في المسائل اللي هو السيمبل وسكانتليفر، كاميرا كده سيمبل وسكانتليفر، وفي حاله ممكن يظهر معاك كونسنتريتد وفي حالات ممكن ما يظهرش، بس انا بقول لك حاله عامه ان من كل اللودز عندك. تمام كده؟ حلو. كلمه ماكسيمم ماكسيمم هدفي فيها احسب ايه؟ احسب ماكسيمم بوزيتيف مومنت وماكسيمم نيجاتيف مومنت، ده هدفي، اكبر قيمه بوزيتيف واجيب اكبر قيمه نيجاتيف. طيب باشمهندس، هو انا لو عندي كانتريفر وكاميرا كده سيمبل، فين الجزء النيجاتيف وفين الجزء البوزيتيف؟ ركز معايا كده، مش انا لما باجي اقسم مومنت في العادي من غير ماكسيمم ماكسيمم ولا حاجه، بيندنج مومنت عادي خالص، لو كان تريفر المومنت راح فين؟ بيطلع لفوق، ولو كان الجزء سيمبل كده بعمل ايه؟ طبعا الجزء ده ايه؟ متوصل هنا. خلاص؟ الجزء ده متوصل هنا. خلاص كده؟ مش بيظهر معاك جزء كانتريفر كده بيظهر له المومنت فوق والجزء السيمبل بيظهر المومنت تحت؟ بنقول ان ده بوزيتيف مومنت وده النيجاتيف مومنت. خلاص؟ جميل. انا بقى هدفي اجيب اكبر قيمه للمومنت ده اللي فوق واكبر قيمه للمومنت اللي تحت. يبقى هعمل حالات تحميل. ايه بقى حاله التحميل اللي ممكن تخليني اجيب ماكسيمم مومنت نيجاتيف؟ امتى اجيب ماكسيمم مومنت نيجاتيف؟ ها؟ لما احمل توتال لود على الكانتريفر. ليه؟ هو انا لما يبقى ديستريبيوتد لود توتال لود كده على الكانتريفر بحسب له المومنت ده ازاي؟ افتكر بقى الكلام ده استراكشر. دبليو في ال اللي هو الاسبان بتاع الكانتريفر، ال كانتريفر في ايه كمان؟ في ال كانتريفر على الاثنين، يعني في الاخر طبعا ال كانتريفر ايه؟ ثابته، بس في الاخر لو انا حطيت توتال لود، توتال لود اللي هو الدبليو كبيره مش هيجيب لي مومنت كبير؟ صح؟ مظبوط. يبقى الماكسيمم نيجاتيف مومنت بتاع الكانتريفر ده هيجي منين؟ لما احمل الكانتريفر توتال لود الدبليو كلها يعني. طيب البوزيتيف ده يكبر امتى؟ ها؟ لما احمل الجزء السيمبل ده توتال لود، صح ولا ايه؟ مش الدبليو ال سكوير على 8 دي؟ الدبليو لو حطيتها توتال لود بتكبر لي المومنت، مظبوط. يبقى الماكسيمم بوزيتيف بعمل ايه؟ بكبر هنا الجزء السيمبل، بكبر اللود اللي عليها، وبصغر اللود الايه؟ اللي على الكانتريفر. ليه بصغر طيب؟ هتقول لي يا باشمهندس طب ما نحط الاثنين توتال لود، ما كده كده البوزيتيف هيزيد، مظبوط، البوزيتيف هيزيد بس لما احط هنا دبليو برضو المومنت ده هيزيد، فهيسحب شويه مومنت من المومنت دول، فالمومنت ده هيظهر. فهمت كده؟ لذلك انا بصغر ده على قد ما اقدر واكبر ده على قد ما اقدر. سواء ديستريبيوتد او كونسنتريتد، ركز. ليه؟ الحته دي كده هكبر فيها كل ايه؟ كل الايه دي اللود اللي عندي. يعني الجزء اللي انا عايز احط فيه ماكسيمم بيندي مومنت هكبر كل الكونسنتريتد اخليه توتال، واكبر كل الديستريبيوتد اخليه توتال. والجزء اللي انا عايز اعمل فيه نيجاتيف مومنت هعمل ايه؟ هخلي كل اللودز اللي فيه توتال سواء كونسنتريتد او ديستريبيوتد. خلاص كده؟ فهمنا مع بعض؟ طيب كويس. اجي ارسم بقى الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت، برسمه ازاي يا باشمهندس؟ ها؟ ادي رسمه البيندنج مومنت النيجاتيف. مثلا يعني نفرض ارقام، خلينا نفرض ارقام عشان نفهم مع بعض. نحط مثلا القيمه دي 10 والقيمه دي مثلا 5. ماشي كده؟ القيمه دي مثلا 7 والقيمه دي نفرض ان هي مثلا 9. خلاص؟ التسعه دي بتعبر عن اكبر قيمه للمومنت البوزيتيف، وال10 دي بتعبر عن اكبر قيمه للمومنت النيجاتيف، مظبوط؟ طيب عايز اجمع الاثنين مع بعض وارسم ماكسيمم ماكسيمم، بعمل ايه بقى؟ اهي خش مع بعض كده الناحيه الثانيه اهو، الماكسيمم ماكسيمم بقول اهو المومنت النيجاتيف وصل ل 10 ودي اكبر قيمه. اهي صح؟ وبعد كده هينزل ما نكملش بقى. هننزل ما يكملش لان ما يهمنيش بقى جزء صغير، ده في مومنت اكبر.
المومنت الاكبر بكام بقى؟ ب9. يبقى هي دي الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت. خدت اكبر حاله تجيب لي نيجاتيف مومنت، وخدت اكبر حاله تجيب لي ماكسيمم بوزيتيف مومنت. خلاص يا ريت نكون فهمنا كلمه ماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت تترسم ازاي. طيب المساله كان طالب معايا ايه؟ نفتكر مع بعض كده، كان طالب معايا شير ومومنت. انا رسمت له اول حاجه الايه؟ المومنت. طب نرسم له الشير. نفتكر مع بعض، قلت لك الشير بيترسم على ايه؟ دايما بيترسم على ايه؟ لانه اكبر رياكشن توتال لود. انا لغايه دلوقتي برسم شير، معناها ان انا عايز احصل على اكبر قيمه للرياكشنز عشان احصل على ايه؟ اكبر قيمه للشير. خلاص يبقى الشير يجي يترسم، بقول لك انا هحمل كله توتال لود، سواء كونسنتريتد او ديستريبيوتد. في الاخر هيجيب لي رياكشنز هنا كبيره، اعرف ارسم منها الايه؟ الشير فورس دايجرام. ملحوظة عندي بقى سريعة، لو أنا كده كل ده شرحت إيه؟ شرحت كل البلاطات اللي هي الأفقية. طيب لو عندي بقى بلاطة مايلة، بلاطة مايلة مع بلاطة أفقية، يعني إيه؟ أنا عندي مثلا سلم، الكلام ده في الحقيقة يعني يبقى شكله عامل إزاي؟ لو أنا عندي سلم، سلم كده، ده كده القلبة بتاعت السلم، وده كده البسطة، البسطة بتاعت الدور او نص الدور. يعني ايه؟ مش انت لما بتيجي تطلع من السلم، خلينا كده نرسمها لك، ودي برضو ايه؟ بسطة. خلاص؟ مش انت لما بتيجي تطلع السلم بتطلع كده الاول بداية السلم هو الارض اهي، وبعدين تطلع كده قلبة كمان، قلب تطلع كده على درجات السلم، دي درجات السلم اهي. خلاص؟ وبعدين تطلع على ايه؟ على بسطة نص الدور اللي هو بتريح يعني هنا، وبعد كده تطلع قلبة تانية لغاية بسطة الدور، صح كده؟ ولا ايه؟ ده كده السلم. طيب احنا لو خدنا بقى الجزء ده، خلاص؟ والايه؟ وهو مرتكز هنا كده، فلنفرض بس ان احنا حاطين كاميرات هنا كده اهو، ادي المنظر اللي عندك، كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا. بقى عندي هوريزونتال سلاب، جزء كده هوريزونتال سلاب، وعندي جزء تاني انكلاين سلاب في نفس المساله، وده برضو بيظهر لك كتير في المسائل، وبرضو في الامتحانات بيحبوا جدا يرتبطوا لك بين ايه؟ او يربطوا لك بالحاجات دي. طيب هعمل ايه بقى؟ عندي جزء هوريزونتال هشتغل فيه عادي جدا، مفيش حاجه اسمها انكلاين، جي اس عادي، وجي والايه؟ والبي اس هوريزونتال. هو دايما دايما الجي اس بيبقى عادي، يعني دايما ايه؟ دايما بحسب الديد لود تي اس في جاما سي زائد فلور كفر دايما، سواء مايل سواء هوريزونتال انا بحسبها كده. طيب انها بيفرق معايا ايه بقى؟ انا بقول لك دايما بيفرق معايا اللايف لود، لان اللايف لود لو كان الجزء هوريزونتال اهو فانت ايه؟ خلاص هو بي اس هوريزونتال. انما لو كان الجزء انكلايند انت لازم تحسب حاجه اسمها البي اس اي، اللي هو ايه؟ اللي هو كان اللايف لود فوق هنا كده وتضربه في كوساين الايه؟ السيتا. فبيظهر معاك حاجه جديده ان اللايف لود مقسوم اثنين، اللايف لود في لايف لود هوريزونتال وفي لايف لود ايه؟ انكلايند. وطبعا الناس بقى بتبدا تتلخبط هنا، الناس بقى بتبدا تتلخبط ان هي في الجزء الافقي تروح ضربه في الجزء الايه؟ في اللايف لود المايل، وهكذا العكس. لا باشمهندس ركز كده بالراحه، لما بتحل بالايه؟ بالخطوات وبتفصل لنفسك كل حاجه اللخبطه بتقل. فلذلك انا بقول لك اعمل خطوات مفصله لنفسك اولا عشان ما تتلخبطش، وثانيا للايه؟ للمصحح. زي ما قلت لك في الفيديوهات الثانيه انا بقول لك ايه؟ بقول لك ان المصحح في الامتحان، وبالذات امتحان الخرسانه بتاع ثانيه مدني، المصحح بيبقى معتمد ان انت او بيفضل ان انت تعمل خطوات تكون منظمه ومفصله يفهمك. لذلك حتى انت لو غلطت غلطه في النص كده، مثلا غلطه حسابات او حاجه، بيحاول ان هو يعديها لك قد ما يقدر. انما انت لو عامل خطوات غير منظمه والورقه بتاعتك مش كويسه قوي يعني ومش منظمه بيضايق منك، فايه اللي هو زي ما تقول كده بيتلكك لك على ايه؟ على اي غلطه. فيا ريت نحاول ان احنا ننظم خطوات، وانا طبعا ان شاء الله هحاول انا في الفيديوهات اللي جايه هعمل لك كده ازاي تعرف تحل خطوات منظمه ورا بعضها. خلاص المره الجايه ان شاء الله هنشرح حاجه جديده غير الماكسيمم ماكسيمم مينيمم.
يا ريت الناس تكون فهمت معايا الجزء ده لأنه جزء مهم. والسلام عليكم ورحمة الله.